الاجتماعي للوكالة الحضرية تيريق أولا بالإقليم وبالمرتفقين وبالشركاء ديالنا ديال الإقليم. للأسف مازال لحد الآن هذا النقطة تتأرجح، وخاصة كيف تنعرفوا بأن تم برمجة موجب هذا الثمن أو المبلغ المخصص لاقتناء هذا القطعة تم برمجته في الميزانية ديال الوكالة الحضرية لسنة 2018، وتم دفاع عنه من اجل برمجته في 2019. وكيف تتعرفوا بان مديريه الميزانيه الى ما برمجتيش اصلا الى ما استغليتيش هذاك المبلغ انها تتحذفوا. هنا تيكون الرجاء اننا باش ندافعوا على هذه النقطه، لان هذا المقر الاجتماعي هو للمواطنين او المرتفقين ديال العريش، وجميع الشركاء هو المقر ديالكم. طبعا تنقترح واحد التوصيه انه يتم المصادقه على التفويت في انتظار ان تقوم مصالح الجماعه بالحاق هذا العقار ضمن الممتلكات الجماعيه ديالها في افق ان شاء الله انه نقوم بمسطره تفويت الوكاله الحضريه، طبعا بعد القيام بلجنه ديال الخبره لتتحدد المبلغ المحدد.